انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا طول الوقت بعمل الهدايا من الاكسسوارز او الكروشيه واديها لصحابي، ففكرت انه يعني طب انا ممكن ابيعها. فابتدت من هنا الحكايه، يعني دي هوايه من وانا صغيره، وانا دلوقتي عايزه اشتغل ومش هقدر انزل اشتغل بره البيت، فانا هشتغل من البيت حاجه انا بحبها ومهتمه بيها وعندي شغف بيها من وانا صغيره، اللي هي الكرافت. انا جوزي كان متعاون جدا وكان مبسوط جدا لما انا قررت ان انا احول الهدايا اللي طول الوقت بعملها دي لبزنس. كانت اول مره احنا الاثنين نروح الاماكن دي، نزلنا حاره المزين وابتدينا ان احنا نجيب حاجات انا ما كنتش عارفه انا اصلا بجيب ايه، لانه لما بتكوني بتعملي حاجه من البيت بتشتغلي ماتيريالز بسيطه من غير ادوات من غير عده من غير اي حاجه خالص، فكان الموضوع ده بالنسبه لي حاجه غامضه جدا. فهو كان معايا كان بيساعدني، يعني كنا بنختار مع بعض احنا الاثنين ممكن ده يتعمل بده ممكن نعمل ايه. عملت كميه كبيره جدا من الاكسسوارز، واللطيف جدا في تجربتي انه اول اوردر عملته اتباع كله في اسبوع ومن غير ما يكون عندي صفحه، والطلب حاجات شبه اللي انا عملتها تاني. ففضلت اشتغل 4 سنين بنفس الطريقه ولحد النهارده ما عنديش صفحه اصلا. بالبروفايل على الفيسبوك ببقى عامله حاجه بنزل صورتها، فبلاقي كذا حد عايز زيها، فانا اللي بيقول لي انا عايزه زي دي، فاقول لها طيب يعني مثلا لو سكارف زي دي، فانا حطيت صورتها مثلا دي انا عاملاها لصاحبتي فتعجب حد تاني، فاقول له طيب احنا ممكن نستخدم نفس الماتيريال دي بس ايه رايك نعمل شكل تاني. فاوكي طب ورينا اشكال، فابتدي اوريهم اشكال سواء انا عاملاها قبل كده او من الانترنت، واوضح ان هي يعني دي صوره من مثلا من اتسي او من واتيفر مكان يعني، بس انا ممكن اعمل زيها مع تعديل كذا او تعديل كذا، وبنبتدي نتفق عليهم. في الفتره دي انا عندي بروجكت في دماغي للكرافتس كلها، ومش ليا انا لوحدي، يعني انا حابه ان انا انظم مجموعه من الكرافترز المصريات، نكون يعني بنات بنشتغل كرافتس مختلفين. وابتديت اوريدي ان انا اجمع تيم، مثلا حد بيرسم، حد بيشتغل كروشيه زي، حد بيعمل اكسسوارز. الاكسسوارز متنوعه جدا، في اكسسوارز بماتيريالز مختلفه، انا بحب التخصص، فحابه ان انا اسس كيان يكون فيه تخصص، يكون كل حد فيه بيعمل نوع واحد من الحاجات. انا اتعلمت الكروشيه وانا حامل، فكان كل هدفي في تعلم الكروشيه ان انا اعمل حاجه لبنتي. فاول حاجه عملتها كانت بطانيه، وبعدين انفتحت على اني انا لما بكون في حاجه عجباني او بتعلمها بكون عندي شغف كبير جدا بيها، فبقعد ادور في كل حته. فكنت بدور في مواقع انجليش كتير، فلقيت ان هم بره بيعملوا بالكروشيه حاجات مختلفه تماما عن الصوره النمطيه للكروشيه اللي في دماغي، اللي هو شال وكوفيه. دايما كان الشال بتاع جدتي مثلا، ده كان اقصى احلامي في الكروشيه، او البطانيه بتاعت اللي بشوفها في الافلام القديمه، دايما الجراني سكوير بلانكت على طول تبقى محطوطه على سرير او على كنبه في الافلام القديمه، فكان ده اقصى فكرتي عن الكروشيه قبل ما اتعلمه. الديكور اللي بالكروشيه اصلا مميز جدا، و احنا نقدر نقول ان هو مش مكلف مقارنه بالحاجات التانيه، سواء الحاجات الكروشيه اللي بتتعلق على الحيطه او اللي بتتحط على الارض او الاورجنايزرز. فالديكور برضو من الحاجات اللي مش بنستخدمها كتير في مصر ككروشيه، بس هي حاجات حلوه ومفيده يعني جدا. واللعب بقى، يعني اللعب الكروشيه برضو ممتعه جدا، وبتحتاج درجه عاليه جدا من التركيز، يعني مش اي واحده بتشتغل كروشيه تعرف تشتغل اللعب الكروشيه. مشكله الاسعار دي مشكله ليها شقين، الشق الاول مننا احنا نفسنا ككرافترز او ككروشيترز في مصر، في حاجه مش بنفرق ما بينها كويس، اللي هي انت بتشتغلي كروشيه كهويه ولا بروفيشنال او كشغل. الفرق ما بين الاثنين كبير جدا. الهويه دي هوايتها، والخيوط غاليه جدا ومكلفه جدا جدا اكتر من الناس متصوره، فبتبتدي انها محتاجه تبيع ولو بسعر قليل قوي علشان هي عايزه تشتري خيط تاني. لكن اللي بتشتغل هي ده شغلها وده مصدر دخلها، وهي بتصرف على شغلها ده فلوس كتير قوي هي عايزة تكسب منها علشان تعيش، فده فرق كبير جدا. الناس نفسهم اللي بيشتغلوا في الاندستري دي مش واخدين بالهم منه، ده بيأثر علينا احنا ازاي كستات او كناس بيشتغلوا في الحاجات الهاند ميد، اننا بنواجه ازمة ان لما نيجي نتعامل بقى مع الناس اللي هيشتروا بيبقى عندهم دايما دايما الجملة بتاعت بس المكان الفلاني بيبيعها بكذا وكذا، ده بيكون فجوة رهيبة ما بين السعر اللي انت قايلاه وسعر السوق الطبيعي وما بين السعر اللي انت سمعتيه. اللي بيشتغلوا حاجات هاند ميد علشان دي هوايتهم وبيكسبوا منها اي حاجة يجيبوا بيها ماتيريالز تانية بيضرونا احنا وبيضروا الاندستري كلها، لانه بيدي انطباع ان الشغل الهاند ميد ده رخيص، والحقيقة عكس كده تماما. الشغل الهاند ميد
مكلف ماديا وبياخد وقت طويل جدا، 3 اسابيع علشان تعملي القطعه دي. اكيد انت مش هتبيعي 3 اسابيع من حياتك يعني بسعر قليل جدا. في نفس الوقت احنا بنراعي ان احنا برضو السعر ما يكونش اوفر، يعني في الاخر بيكون في طرق للتسعير متعارف عليها يعني. فالاوفر برايسنج وحش وبيضرنا، وان احنا ننزل تحت الحد الادنى المعقول لسعر الحاجه ده برضو بيضرنا وبيأثر على وجهه نظر الناس في الشغل ده. الشغل من البيت فيه مجالات كتير جدا غير الهاند ميد، يعني الترجمه، السوشيال ميديا، الحاجات الهاند ميد، ادخال البيانات، في مجالات متنوعه جدا من الشغل، الديزاين، حاجات كتير جدا ممكن تتعمل من البيت. انا مؤمنه ان كل بني ادم ربنا خلقه عنده سكيلز معينه هو شاطر فيها، مش كل البنات بيقدروا يعملوا حاجات بايديهم، بس هم اكيد عندهم موهبه تانية، اكيد شاطرين في حته تانية، واكيد لو عايزين يشتغلوا كل اللي هم محتاجين يعملوه ان هم يدوروا هم ايه الحاجه اللي هم متميزين فيها. انتي وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انتي وبس.com.